كديز مع تقريبا ديك جوج ولا جرونس تما كاين بلي شي ناس كيبكيو، انا ما فراسي والو الكاو ديك سولت عليهم قلت لهم واش كاين الكاو ديرها واحد السيده لقاوها مقتوله ما عرفش الوقت وفين ميته ما عرفش، المهم ما عرفش بان هذيك السيده راه قال لي راه مقتوله، الناس كانوا مجموعين قدام دواريك يعني هذوك الناس اون فاس مع دواريك، هو القتيله ما كيبغيها حتى شي واحد، ما قتل نفسا صعيب شوية عند الله سبحانه وتعالى، بس إنسان يقتل واحد النفس صعيب. تعرضت للظلم فهمتيني، وتعرضت للقتل والتعذيب دون حتى شي سبب، يعني حنا بغينا نعرفوا شنو هاد الهاجس هذا وشنو هاد السبب اللي خلى هاد الناس والدافع اللي خلى هاد الناس هادو يقتلوا هاد السيده هادي ويتيمه، هي اصلا ضحيه المجتمع، يعني ما عندها طوموبيل ما عندها دار، امها ساكنه في واحد القنت مهمش فهمتيني ولا لا، وخدامه مسكينه، المهم كله الغيب حشو معاه يدبر راسه بنان كيما يكون نورو، المهم حشو معاه دبر راسو بنان كيفاش كيجيب رزقه دبر راسو، ولكن حتى القتل راه ما كيبغي لا الله لا العبد. غدا عليا غادي يكونوا قالوها عليه شكون الله اعلم ما عرفتش، ولكن سمعت بان راه قالوا علموه ولكن الحشومه باش اخر مره شتها في لامور، اخر مره يا لامور ما فاش تمشيو هي اللي عند امه ما شناش مع مغطيه وداك الشيء في الباياص، الدريه كان خرجوها من الفريقو بارده ما مغطيه هذاك فهمتي كيش كيعريو الا الضو، قالت لنا بالضو قالت لنا بالضو، وهذيك اللي قاتلها مع قال لك خرجت عند العساس قال لي تعالى راه الدريه راه ماتت تعالى شوف هذا، عرفت كيفاش داك الشيء ديالهم باش تبرأ راسها، ولا جاي يشوف العساس قال لهم ودي الدريه ميته زقاو هي فاش غيعيط للشرطه، جاو الناس الامن جاو شافوا وهذا الشيء اللي كاين، انا مبقى فينا الحال اصحابي مبقى فينا الحال، شو هما وعيب هاد الناس ديال اصدقاء ديال السوء.